بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ألتقي الآن بعد تحرير قرية إسكيك بالكامل. الآن داخل قرية إسكيك المحررة في ريف حماة الشرقي، وهذا مبنى القيادة. نلتقي الآن مع الشيخ أبو غازي مرصد عمليات جيش الفتح هنا في المنطقة. بالنسبة للمعركة وكيف دارت وكيف تم التحرير؟ الحمد لله رب العالمين، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم التمهيد على إسكيك من الساعة 5 مساء، ومكننا الله عز وجل بالتقدم وبالتحري من إسكيك بالكامل، والله أكرمنا بالمجاهدين الأبطال جيش الفتح وحررنا إسكيك كما ترون بالكامل. طبعا تحرير إسكيك كان عملا شاقا ومتعبا بعد 10 غارات من الطيران الروسي من البارج البحري من مطار حميم اللاذقي، وست صواريخ من البارج أيضا من اللاذقي في وسط إسكيك والتمانعة وعطشان وما حولها. كانت الإصابات الحمد لله رب العالمين على سلام، ولكن تمكن الأبطال بقواهم وتقواهم وإيمانهم وصمودهم مشاة، ليس بالآليات الثقيلة ولا بآليات كبيرة، هم فادوا ودخلوا إسكيك وأرجعوها مشاة مشاة. الله أكبر والعزة لله. نعم، بالنسبة للنظام أو الصعوبات التي واجهتكم في المعركة، وما هي الغنائم الحمد لله رب العالمين. كانت مشكلة الألغام صعبه يعني للمجاهدين، ولكن الحمد لله رب العالمين تم دخول إسكيك مشاة بطريقة كانت يعني بأبطال داخلين بالعمليات الهندسية للألغام وفكوا الألغام، بحيث دخلوا من ثلاث مداخل إلى محور إسكيك وتم الالتفاف على إسكيك بالكامل. وبالنسبة إلى الألغام تم تدمير دبابة T-72 ومدفع 57 ومدفع شركة 23 واغتنام أسلحة وزخائر، وكان هناك قتلى وعشرات من النظام النصيري وقتلى أيضا من المجوس الإيرانيين والروس. الحمد لله رب العالمين. كان من الروس النصيرية وكان من حزب الله وكان من الإيرانيين الشيعة في قلب ووسط إسكيك، وأنا أتابع الترددات في المعركة من أول يوم حتى تحرير إسكيك بالكامل. نعم، سمعنا أصوات الروس والشيعة المجوس وحزب الله، ولكن تمكننا من القضاء عليهم لأنه هذا احتلال روسي في سوريا، اليوم احتلال روسي في بلاد الشام، ولكن خسئوا وخابوا إن شاء الله. الله أكبر. إذن مصعد الشيخ أبو غازي، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك، أحيي أمهات الشهداء، أحيي كل أبطال المجاهدين، أحيي جيش الفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نحن داخل قرية إسكيك المحررة، وبعد تحريرها التقينا بالشيخ أبو غازي المرصد. كنت معكم أنا سيف الحموي، مراسل قناة الجسر الفضائية.